نتواصل معكم مشاهدينا، نستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم والحديث عن إنجازات وأيضا الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية. يمكن أنا بدي أحكي هاي الوزارة لها خصوصية لأنه يعني بتخدم شريحة مختلف الأعمار في مجتمعنا الأردني منذ الطفولة حتى سن الشيخوخة والمسنين، فبترعى مختلف المراحل العمرية من حياة المواطن الأردني، وبالتالي يلقى على عاتقها مسؤولية وجهد كتير كبير، كثير من التحديات لكن هنالك كثير من الإنجازات. فاسمحوا لي أرحب بضيفة برنامج يوم جديد لهذا اليوم، معالي الأستاذة ريم أبو حسان، وهي وزيرة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك معالي. أهلا فيك ستلانا، وأنا بدي أبارك لك، يعني الفريق في الجاليري الكل ببارك لك على تجديد الثقة. شكرا، فأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. إحنا صورنا تقرير بكاميرا يوم جديد، ذهبت لشفا بدران لدور الرعاية وأيضا لإرصيفة. خلينا نشاهد التقرير وبعد هيك إن شاء الله بنبدأ حوار. إن شاء الله. إن شاء الله نشوف التقرير. صباح الخير، اليوم في جولتنا رح نتعرف على جزء من مهام وزارة التنمية الاجتماعية. أول جولة لإلنا رح نروح فيها على دار تربية وتأهيل أحداث إرصيفة، رح نتعرف على البرامج المقدمة للأطفال اللي ما بينهم وما بين القانون نزاع، وأيضا رح نتعرف على الرعاية المقدمة لهم داخل الدار. وفي جولتنا الثانية رح نروح على دار رعاية الأطفال الموجودة في شفا بدران، وأيضا رح نطلع على البرامج اللي مقدمة للأطفال للتأهيل النفسي والاجتماعي والخدمات المقدمة لهم. خلينا نبلش جولتنا، يلا معنا. هذه الدار تأسست عام 1981 بطاقة استيعابية 100 حدث. تقوم الدار على تقديم الخدمات الرعاية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والنفسية، أيضا إلى تقوم على خدمات التأهيل من خلال مجموعة من البرامج الرياضية والأنشطة اللامنهجية وأنشطة الحاسوب، وكما أنتم حاليا في مشغل الخرز وتنسيق الزهور. هذا المشغل تم استحداثه جديد حديثا، يقدم خدماته للأحداث ويقومون بإنتاج بعض القطع اللي ممكن أن يتم إهداها إلى أسرهم أو إلى ضيوف المركز. صباح الخير. صباح النور. يعني احنا اليوم عاملين زياره لمركز الاحداث في إرصيفه، احكي لنا كيف عم تشوف الخدمات المقدمه، الرعايه المقدمه في هذا المركز؟ اول شيء اهلا وسهلا فيكم، ثاني شيء قدموا لنا خدمات ترفيهيه تعليميه، اهتمام فينا اكثر، ممكن نكون برا لبعض احداث، ونشكرهم علمونا أشياء ممكن نستفيد منها خلال وإحنا هون أو لما نطلع برا. الخدمات المقدمة لك كافية بالنسبة؟ الحمد لله كويسة، ونشكر المدير إدارة التربية أسامة، مركز أسامة، كل شيء موجود عندنا، في شغلات عندنا هون، يعني أمراض شغلة برا ما بنشوفها، هون تعلمناها ونقدر نستخدمها برا. العلاقة بينه وبين الأحداث طلع عامل إنساني بالدرجة الأولى، والدرجة الثانية عامل أبوي. كل إنسان عنده ظروفه مر فيها بالحياة، لازم نخفف على الأحداث ونطلعهم من الضغط اللي هم فيه. معنا السيد محمود فالح جبور، وهو مدير الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية. رح نتعرف إحنا وياه على أبرز البرامج التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في دور رعاية الأيتام وأيضا الخدمات المقدمة لهم.
كما تعلمين بأن موضوع الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، كما هو الأردن دائما في الطليعة والإيجابيات العديدة، موضوع الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية كرعاية الطفولة نحن والحمد لله يشهد لنا بالتقدم والضوابط المتينة التي رفعت من شأن الرعاية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم بشكل عام. فأتحدث عن موضوع الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية وأقصد رعاية الطفولة. نحن نعمل في ثلاث برامج رئيسة. البرنامج الأول وهو رعاية الأطفال في دور الرعاية وهي المؤسسات، والموضوع الآخر وهي الرعاية الأسرية مثل برنامج الاحتضان وبرنامج الأسر الراعية البديلة، والبرنامج الثالث اللي نعمل به وهي مرحلة الرعاية اللاحقة ذو شقين، مرحلة التهيئة والتمهيد قبل تخرج الأطفال من دور الرعاية الاجتماعية، والجزء الآخر هو بعد التخرج موضوع التشغيل والمتابعة والتدريس. إذا تحدثنا عن الرعاية المؤسسية، نقوم من عمر يوم ولغاية عمر 18 سنة في موضوع الرعاية. تكون الفئة من الأطفال فاقدي السند الأسري سواء كان الأيتام أو التفكك الأسري أو مجهولي النسب. مشاهدينا طبعا نشكر زميلتنا رشا عصفور على تقديم هذا التقرير، وهو من إعداد زميلتنا مي الانسور، ونعود في الحوار أو نبلش إن شاء الله في الحوار مع معالي الأستاذة ريم أبو حسان وهي وزيرة التنمية الاجتماعية. ومعاليكي أبدأ حواري من حيث انتهى هذا التقرير، وزي ما شاهدنا الخدمات المقدمة لفئة هي بحاجة، يمكن أنا بدي أسميها ضحية في مجتمعنا، هم الأحداث. يعني هاي فئة عمرية هامة جدا بحاجة إلى رعاية وتقديم خدمة. شو واقع دور رعاية الأحداث عنا من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؟ التطور اللي صار من ناحية خدماتية أيضا على هذه المراكز بالتحديد. شكرا ستلانا. في الواقع احنا في وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع الطفولة بشكل عام، وهو من عمر يوم إلى 18 عام، يحكمنا مجموعة من القوانين والأنظمة، أهمها قانون نظام الطفولة وأيضا قانون الأحداث. فيما يتعلق بالطفولة، نحن نتحدث عن الأيتام أو فاقدي السند الأسري، بمعنى عدم وجود أب، عدم وجود أم، أو الشخص الطفل يكون لقيط، وهناك دور مخصصة لرعاية هؤلاء الأطفال فاقدي السند الأسري من كما قلت من عمر يوم ل 18 عام. عندنا أيضا يحكمنا قانون، وهو قانون الأحداث، الذي يتعامل مع فئتين من الأطفال. أطفال هم ارتكبوا جريمة وبالتالي هم أطفال في نزاع مع القانون، وأطفال محتاجين للحماية والرعاية نتيجة تعرضهم لظروف معينة. فنحن نتعامل مع الفئتين. التقرير اللي شفناه حول مركز صيفة هو للشباب الموقوفين بتهم للتحقيق والمحاكمة، بمعنى أنه هذا الشاب قد وجه له اتهام ما أو شكوى، وبالتالي لابد من وضعه في مركز توقيف هو مركز أحداث لأنه هو حدث، لأنه حدث لا يمكن أن يتم وضعه في مراكز الإصلاح والتأهيل. بالتالي نحن نتعامل مع هذا المركز لأنه مركز توقيف بطريقة تستجيب للتحديات، بمعنى أن هذا الشاب قد يكون موجود عندنا لفترة أيام أو أسبوع أو أشهر، الإقامة غير محددة مرتبطة بالتحقيق أو بالمحاكمة، لكن أيضا هذا الدار هو منزل هؤلاء الشباب، فبالتالي نحن نقوم بتزويد هذا المركز بكافة ما يحتاجه. لا أريد أن أتحدث عن المنامة والإعاشة، فهذا أمر طبيعي، لكن نحن نتحدث عن أي أنشطة لا منهجية لهؤلاء الأحداث الموقوفين. كما شاهدتي بالتقرير، موضوع تعليمهم بعض المهارات حتى يتمكنوا من المضي قدما في حياتهم، وأيضا برامج تأهيل نفسي واجتماعي. يعني الحدث في مركز توقيف هو حتى يحصل على الفرصة بأنه يذهب في رحلات ترفيهية كمان، لأنه نحن نرى أن موضوع نظام الثواب والعقاب هو الأساس في التعامل في تعديل السلوك. فالحدث المنضبط داخل المركز الذي يكون يتجاوب مع التعليمات، متعاون مع الإدارة، متعاون مع زملائه، يحصل على نقاط تمكنه أنه من الخروج في رحلات ترفيهية. الهدف هو أنه بالفعل هو تعديل
تعديل السلوك هدول موجودين عندنا لفترة مؤقتة، فنحن نستغل هذه الفرصة لنقوم بأقدر عدد من التدخلات النفسية والاجتماعية لتغيير السلوك والاتجاهات. فيما يتعلق بالدار الأخرى هي أيضا للشباب شفا بدران، لكنها للشباب الفئة الثانية من قانون الأحداث، وهم الشباب المحتاجين للحماية والرعاية، بمعنى أنهم لم يرتكبوا جريمة، هم غير موقوفين أو محكومين، لكنهم لا يوجد لديهم سند أو تعرضوا لظروف معينة أو ما يسمى معرضين للخطر. يمكن هدول مدة إقامتهم أطول بتصور. في الواقع قانون الأحداث الجديد تحدث عن الإقامة في هذه الدور لحد سن 18. بعد ال 18 وبتوجيهات صاحب الجلالة من حيث أهمية الرعاية اللاحقة واللي استجاب لها قانون الأحداث، أصبحنا نتحدث عن تدخلات تقوم فيها وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة هؤلاء الشباب والفتيات على أنهم يستقلوا بحيث يصبح مواطن أردني عامل منتج قادر على أن يساهم في تطوير وتنمية المجتمع في الأردن. فبعد السن 18 يتم خروج هؤلاء الشباب من دار الرعاية، ويتم استئجار شقق سكنية لهم من قبل وزارة التنمية. نعم، لكن عقود الأجار بتكون بأسماء الشباب، أصبحوا فوق 18 مسؤولين عن تصرفاتهم القانونية. لا نخرجهم إلا ويكون الشخص عنده فرصة عمل أو ويعمل أو فرصة تعليم حتى يكون قادر على المضي قدما في حياته. احنا دورنا الأساسي في التربية هو أن نعلمهم كيف يكونوا مستقلين طبعاً. منتجين لا اتكاليين. لا اتكاليين، وهذا طبعا أمر في غاية الصعوبة. يعني احنا كوزارة التنمية يعني الرعاية بدي أحكي معك أنه بعض أسر احيانا كثير من الاسر ما بتعلم ابنائها الاعتماد على الذات وكيف يكونوا منتجين ويعتمدوا على ذاتهم وتحمل المسؤوليه. فوزاره التنميه انتبهت لهي النقطه، لانه هو ما حدا، خلينا نحكيها في العاديه في اللهجه العاديه، ما في سند له الا نفسه. اذا بتعملوا على تعليمه كيف يتحمل مسؤوليته بعد ال 18. بالتاكيد المهارات كثير مطلوبة. مطلوب أنه يحصل على مهارات، مطلوب أنه يكون قادر على الاعتماد لنفسه. الإنسان بطبيعته بحب يريح نفسه. نحن في أسرنا كلنا بنواجه هذا الكلام مع أبنائنا وبناتنا، موضوع الاتكالية. لكن أنا إذا بدي أكون أب أو أم صالح، دوري أن أعلمه أن يكون مستقل وأن يعتمد على نفسه، أن يقدر قيمة ما هو موجود. يعني إحنا كأردنيين الآن في ظل الإقليم الملتهب اللي منعيشه، أصبحنا نقدر قيمة الأمن والأمان والاستقرار اللي إحنا صفى بالنسبة لنا كأردنيين أمر بديهي، لكنه هاي ميزة ونعمة من رب العالمين. فبالتالي هذا ينسحب أيضا على الأطفال، هم بعيشوا في أسر هي أسرة وزارة التنمية الاجتماعية. توجيهات جلالة القائد يطول عمره واهتمامه ورعايته المباشرة لهؤلاء الأطفال تساعدنا على أيضا أن نقوم بتدخلات اجتماعية نفسية تعلم هؤلاء الأطفال أن يكونوا هم بنات الأردن في المستقبل. الأمر مش سهل، لأنه دائما الإنسان يجد أنه قد يكون التدليل أو إعطاء الشاب أو الطفل ما يرغب أسهل الوسائل، لكنه على المدى البعيد نكون إحنا هيك منضره بدل من فيده. أكيد. إذن تطورات كتير كبيرة وخدمات تقدم للأحداث من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وكثير شاهدنا من خلال هذا التقرير أنه مسرورين بإنتاجاتهم وبالرعاية اللي تقدم لهم، وهدول بحاجة لدعم يمكن معنوي ونفسي وتأهيل نفسي وتعديل سلوكي أكثر من أي شيء آخر. بالتأكيد. وفي عنا كمان برامج للإرشاد الأسري، بمعنى أنه منحاول نقرب بين الشاب وأسرته، لأنه في كثير من الحالات عندما يتم توقيف الشاب، وأنا عم بحكي عن عمر 15 و16، الأسرة أحيانا تأخذ موقف من هذا الشاب. فنحن أيضا بنقوم بجلسات إرشادية للأسر، وأيضا تأمين هذا الشاب أو هذا الطفل بمساعدة قانونية ليكون عنده تمثيل قانوني في التحقيق وأمام المحاكم. أيضا الفتيات لهم نصيب ونصيب كبير من هذه الرعاية، خصوصا الرعاية اللاحقة، لأنه
طبيعة مجتمعنا دائما تقتضي حماية أكبر للفتيات. إحنا في دور أيضا نقوم باستكشاف ما هي ميول هؤلاء الشباب والفتيات، الدراسة والتعليم، المهنة والحرف. الفتيات عندنا في مجموعة منهم عم بتعلموا تنسيق الأزهار، بنوفر فرصة عمل في أحد، في عندنا عدد من الشركاء اللي بيقوموا بإعطائهم دورات وأيضا تأمين هؤلاء الشباب والفتيات بفرص عمل ليبدوا مستقبلهم وحياتهم. ممتاز. إذن فئة الأحداث، رح أنتقل لفئة أخرى هي إنجازات كتير كبيرة، وإذا بدي أحكي هلأ بدي أبلش من عمر الطفولة المبكرة إلى سن الشيخوخة. بهمني قضية معاليكي أنه مع ازدياد عدد السكان في الأردن والظروف زي ما حكينا المنطقة ملتهبة، وازدياد عدد اللاجئين السوريين عندنا في الأردن وجنسيات أخرى إن شاء الله يرجعوا لبلادهم وتستقر أوضاعهم سالمين، لكن مع ازدياد عدد السكان بتزداد المشاكل، هذا معروف، التبعيات الأمنية طبعا والسياسية انعكاساتها الاجتماعية. الآن قضية التسول وهي مسؤولية كتير كبيرة على وزارة التنمية الاجتماعية، ولديكم خليني أسميها أنا دائرة، هي وحدة مستقلة، تم استحداث وحدة مستقلة للتسول، كانت جزء من مديرية الدفاع الاجتماعي لكن موضوع التسول له خصوصية، فتم استحداث وحدة إدارية منفصلة لمعالجة ومكافحة التسول. طيب هل زادت أعداد مع الظروف السياسية والأمنية وزيادة عدد السكان؟ هل واجهت وزارة التنمية الاجتماعية مشكلة في ازدياد عدد المتسولين زي ما احنا بنشاهد؟ احنا مشاهدات لكن الأرقام والإحصائيات عندكم، وشو بتعمل وزارة التنمية الاجتماعية في هذه الوحدة المستقلة لمكافحة يعني خلينا نحكي مشكلة التسول؟ انا ما بدي اسميها ظاهرة، ما عندنا، ما وصلنا اكيد لهي المرحلة. شكرا ست لعنة. في الواقع موضوع التسول كما قلتي ازداد عدد المتسولين الأطفال وأيضا البالغين، وعندنا يتم الزيادة بشكل أساسي من إخواننا السوريين، هناك ازدياد في عدد المتسولين من الإخوة السوريين. كنا نشاهد هذا التسول في مدينة زي عمان، لكن الآن نشاهد هذه المشكلة في مدن أخرى، الزرقاء، العقبة، المفرق، حتى الرمثة أيضا. نحن شركاء في موضوع مكافحة التسول، لأن التسول يعتبر جريمة بقانون عقوبات، وأيضا هو الطفل خصوصا بحاجة لحماية ورعاية، فإذا تم إمساك أي طفل يقوم بالتسول دائما هناك شركاء لنا، هو الحاكم الإداري المحافظ وأيضا الأمن العام، هم شركاء لنا في موضوع أخذ هذا الطفل وضعه في مركز يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، مركز إيداع للمتسولين، في قسم للأطفال، في جناح للبالغين، للذكور وللإناث. الأطفال هم، أنا بنظر لموضوع التسول عندما يتسول طفل هذا نوع من عمالة الأطفال، لأنه طبعا يتم استغلال هذا الطفل من أجل أن يقوم بجني المال، وعادة بيكون ولي أمره سواء كان والده أو حدا آخر هو اللي بوجهه. نحن نضع هؤلاء الأطفال في مأوى، هذا المأوى هو مثله مثل دور الأحداث، لا يختلف أبدا من ناحية الإقامة، الإعاشة، البرامج والتأهيل. قبل فترة كنت في زيارة لهذا المركز وكان في عنا بنات صغار عمرهم 6 و7 سنين، فكانوا قاعدين بلونه، فبقولها أنت مبسوطة هون؟ وين أهلك؟ وهيك بتقولي أنا ما بدي أطلع، أول مرة بلون. فإحنا يعني طفلة عمرها 6 7 سنين بدك شو بدك تعملي لها؟ التدخل النفسي، بدك تعطيها الشعور بالأمان طبعا، بدك تحسسيها أنها هي طفلة في إلها بدها تمارس طفولتها. وأيضا مطلوب منا أن نكون جدا حازمين وصارمين مع ولي أمرها اللي وجدها أو أوجدها في مثل هذا الظرف. فالتدخلات كثيرة، إحنا يزداد العبء يوميا بازدياد عدد المتسولين، لكن أيضا الشراكة الموجودة بيننا وبين الحاكم الإداري وبين الأمن العام هي الأساس في عملنا. طيب هدول سن الأطفال، إذا كان المتسول في سن متقدم يعني هدول شو وضعهم؟ إذا كان بالغ المتسول يحكمه كما قلت قانون العقوبات، بمعنى أنه عادة يتم
توقيفه ومن ثم يدفع غرامة ويخرج. نحن الآن بالشراكة مع وزارة العدل نقوم بتعديل هذه المواد في قانون العقوبات لتشديد العقوبة، وطرحنا موضوع الغرامة التصاعدية خصوصا على البالغين، كل ما تكرر بمعنى كل ما كرر كل ما ضاعفت غرامة. يمكن عندكم حالات صرتوا تعرفوها حتى. طبعا في عدد المكررين حوالي 80%، فبالتالي البالغ لن يردعه غير الغرامة لأنه هو عم بتسول من أجل المال. لكن الطفل لا، موضوع آخر. الطفل هو ضحية بحاجة ل تدخل نفسي وتدخل اجتماعي ووضعه في ظروف معينة بحيث أنه تحصل على أكل. يعني في منهم بيتم حرمانهم من الطعام كل النهار ليجيبوا الحصيلة، حصيلة المال. فبالتالي إحنا دورنا إحنا هاي الطفولة، هذا الطفل كيف ننعمه حتى يعيش طفولته وحتى أيضا نغير في اتجاهه وسلوكه. يعني إنجازات كثيرة، لكن يمكن أنا بحكي للمخرج لازم أنهي. اسمح لي بدقيقة ونص. الـ 2015 معاليك الآن، أنا صعب أحكي بدقيقة ونص على طموحات تطلعات مستقبلية، كيف تنظري إليها كوزيرة التنمية الاجتماعية؟ أعتقد إحنا الطموح الأكبر هو مهنة العمل الاجتماعي، بمعنى أن يصبح الأخصائي أو العامل الاجتماعي يعد صاحب مهنة وليس يدخل على هذا الموضوع أي شخص لا تخصص له. نحتاج إلى نظام اعتمادية وأيضا مسار مهني للعمل الاجتماعي. إحنا الأردن نجح كبير في القضايا في التعامل مع القضايا الاجتماعية. أنا الأوان أن نمهن هذا العمل ليكون مهنة من المهن الموجودة والتي تميز أبناء وبنات الأردن عن غيره من الدول إن شاء الله. تحديات زي ما حكيت في بداية افتتاحي للفقرة، تحديات كتير كبيرة. وزارة التنمية لها خصوصيتها، شريحة كبيرة من بتخدم كل مجتمعنا الأردني، لكن إن شاء الله الطموحات أكيد يعني والتصميم على العطاء أكيد أكبر. إحنا مرة تانية منجدد لك إعادة الثقة معاليكي، إن شاء الله مزيد من العطاء. تحياتنا لكافة العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية في كل أنحاء المملكة لأنهم وصلوا حتى المناطق اللي جدا نائية. كل الشكر لحضرتك الأستاذة ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية، أهلا وسهلا فيك والله يعطيك العافية. شكرا.